بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع درس مقاطع مستوية للسطوح. في ما يخص التمرين الثاني في السؤال الثاني، خدينا نقطة ذات الإحداثيات صفر 3 صفر، ودينا الكولون هو المستوي معادلته إيكغيك يساوي 3، وخدينا آش هو مقطع هذا المستوي مع السطح المخروطي الدوراني. كان في مطلوب هو إيجاد هذه معادلة لهذه آش اللي هي دالة تمثيل البيانين دالة F، ليكتب زاد تساوي F لX أو زاد يساوي ناقص F لX وتمثيل H. هذا بالنسبة للسؤال ألف. سؤال ب، عن نعتبر الشعاعين، نعتبر الشعاعين U هو E ناقص K و V هو الشعاع اي زائد ك. بين انه اذا كان ام نقطة ام احداثيتها اكس يغريك في المعلم ا اي ك، في المعلم ا اي ك، فإن الشعاع AM، فإن شعاع AM راه يكتب X ناقص زاد على 2 في شعاع U زائد X زائد زاد على 2 في شعاع V. هذا فيما يخص السؤال B. فنعلم أن الشعاع AM راه يساوي XM ناقص XA، يعني X ناقص 0 في E زائد Y ناقص 3 في جي زائد زد ناقص صفر في ك، يعني راه يساوي اكس اي زائد ايغريك ناقص 3 في جي زائد زد في ك. فبتعويض مثلا من هذا العلاقة السابقة، لدينا U هو E ناقص ك و V هو E زائد ك، يمكن إخراج E بدلة U و V و ك بدلة U و V. فنستنتج أن من هذا أن لدينا عفوا أن E هو الشعاع U زائد V على 2 أو في 1 على 2، والشعاع ك لدينا شعاع ك هو V ناقص U على في 1 على 2. فبالتعويض نحصر قلنا AM في المعلم A، في المعلم هذا في المعلم او اي جي كا، في المعلم ا اي كا، اذن في المعلم ا اي كا. لاحظوا ان الشعاع ام راه يكتب اكس في اي زائد زد في كا، لان المبدا راه صورته الصفر، يعني الإيكغريك تاعه معدوم، وعليه نحصل على AM راه يكتب XE زائد Z في K. وبتعويض E بهذه العلاقة وك بهذه العلاقة نحصل على AM، الشعاع AM راه يساوي X في 1 على 2 U زائد V
نزيدوا لها زد في واحد على اثنين او في ناقص او في ناقص او فنحصل على ما يلي ان ام راه يكتب نصف اكس زائد نصف ناقص نصف زد بالنسبه للشعاع او ونصف اكس زائد نصف زد بالنسبه للشعاع في. اذا عندي اكس ناقص زد ناقص زد على 2 في او ونزيد لها اكس زائد زد على 2 في شعاع في ومنه المطلوب. هذا بالنسبه للسؤال ب. هذا بالنسبه للسؤال ب. سؤال جيم لتكن ثنائية غراند إكس غراند زد إحداثيي غراند إم في المعلم A U V A U V. أثبت أن M نقطة M تنتمي إلى H معناه أن X في زد راه يساوي ناقص 9 على 4. اكس في زد راه يساوي ناقص 9 على 4. فبالنسبه للحل هذا الخاص بهذا السؤال قلنا اكس زد احداثيات ان في المعلم عندنا اكس زد احداثيات ام في المعلم A U V. هذه الكتابة معناه أن شعاع AM راه يساوي غراند X في U زائد غراند Z في V. ونعلم معادلة H هي x مربع ناقص z مربع تساوي 9. x مربع ناقص z مربع تساوي 9. فعوضنا grand x اللي هو x موان petit z على 2 و grand z هو x زائد petit z على 2. في معادلة H سابقة نجد أن X مربع ناقص Z مربع يساوي 9. ف X مربع ناقص Z مربع يساوي 9. هذا معناه أن X ناقص Z في X زائد Z X زائد Z راه يساوي راه يساوي 9. أي أن من هذا عندنا فرقهما راه يساوي 2. فرقهما راه يساوي 2 ومجموعهما راه يساوي 2 زد راه يساوي ناقص 9. من هذا راه يساوي 9 ناقص 2 في 2 زد راه يساوي 9. وعليه فإن x في z x في z راه يساوي ناقص 9 على 4. وعليه فإن x في z راه يساوي ناقص 9 على 4 ومنه المطلوب. وبالتالي من هذا التمرين نكون انتهينا مع درس
مقاطع مستوية للسطوح، وانتهينا في نفس الوقت من درس الخاص أو الأخير في هذا البرنامج للسنة الثالثة رياضي، وبذلك بالتوفيق.